فريد على قناة أنفاس بريس. كما شفتوا حنا كنتواجدوا في واحد الافتتاح ديال قاعة الرياضة في أحدث لوازم الرياضة ديال الميسكيلاسيو وكذلك الملاكمة. إلا بغيتوا تشوفوا أجواء هذا الافتتاح أجوا معنا بكل تواضع. اليوم عند الاخ ايوب والاخ عماد باش نديروا ليه واحد الموتيفاسيون في النادي تاعو، وان شاء الله نتمنوا ليه الخير في هذا النادي هذا، ونتمنوا يكون فتح الخير على هذه الرياضه ديال الميسكيلاسيون، وان شاء الله راه غادي نبداو معاه ان شاء الله في هذا الاسبوع المقبل ان شاء الله باش نحاولوا نحفزوا ليه النادي ديالو. ومرحبا بالجميع. الحمد لله اليوم عندنا واحد الافتتاح ديال واحد قاعه ديال كمال الاجسام ولا بوكس، وان شاء الله غنزيدو حتى في الكونتاكت ولي ميما. وبالنسبه للناس الحمد لله راه حجوا بكثره، وكنشجعوا الناس اللي كاينين هنا في عماله الولفه حي حسن يجيو عندنا ان شاء الله، والحمد لله غنكونوا بحسن الظن ديالكم. في 2009 انا والشريك ديالي عماد، وكانت فكره ومن بعد المؤتمر الاسراء ان تمكننا من اننا نحققوا الحلم ديالنا في هذا العام الحمد لله في 2022. وانا عندي فكره انني كننصح كاع الشباب يتجهوا للرياضه. اللهم الرياضه، حتى الرياضه كتفلق فيها الطاقه السلبيه ديالك وكتخرج كتفرز الهرمون السعاده ملي كدير الحصه ديالك. يعني هذا هو احسن مجال بنادم فين يلتجئ ويعبر على الشعور ديالو، اولي باش يمشي للمخدرات اللهم يلتجئ للرياضه احسن ليه. لا ديجا عندنا الحمد لله دخلنا الخيرات في الجامعه، عندنا جمعيه ديالنا جمعيه محضه ماشي كجمعيه اخرى، يعني القانون الاساسي ديالنا بالقانون الداخلي بجميع المتطلبات القانونيه ديال الجمعيه الحمد لله عندنا. يعني عندنا ان شاء الله غنقدروا نطلعوا الدراري للبطوله بجد الله. انتوا كلهم كانوا عندنا في البرنامج ديالنا في عندنا التماجد مناسب دراسه جدوى المشروع ديالنا، شفنا الاثمنه اللي كاينه في السوق وشفنا كيفاش المنافسين كيفاش عندهم قاعات رياضه الاخرى، والحمد لله الثمن عندنا مناسب ما غالي ما رخيص جا في المعتدل. الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، نيفر جيف اب.